النهاردة بفنجان واحد بس من الريحان هتخلصك من السكر التراكمي والسكر عموما والضغط الدم المرتفع. ازاي فنجان من الريحان هيظبط لك مستويات السكر والضغط؟ النهارده يا جماعه معايا عشبه بتقتل السكر في الدم وبتنظم التراكمي وضغط الدم المرتفع. العشبه دي هي سحر المريض السكري، لازم يعملها زي الشاي كده ويشربها. ليه؟ مفيده جدا جدا ليه، هتظبط له مستويات السكر في الدم والضغط والتراكمي. مش هطول عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير وتتابعوا قناه الوصفه السحريه على اليوتيوب. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ هنقول ايه دي اصلا ونعمل الوصفه مع بعض، وبعد كده نقول فوائدها ونقولها بعد كده في اخر الفيديو هناخدها امتى. كده تقسمت الفيديو عشان كله ما يتوهش منه حاجه. اول حاجه ايه دي؟ دي الريحان يا جماعه، دي عشبه الريحان، في منها بذور في منها عشبه زي كده زي ما انتم شايفين. طيب هل ايه عشبه الريحان دي؟ دي اي عطار تروحي تقولي له انا محتاجه عشبه ريحان، لو لقيت عنده بذور هي هي ما فيش منها مشكله. المهم حاجه اسمها ريحان، الريحان ده ريحته حاجه ريحتها حلوه جدا، وبتتحط على السلطات وبتعالج ضغط الدم والسكر بطريقه كويسه قوي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي بقى. اول حاجه هنعملها زي الشاي، بتتشرب مشروب زي الشاي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الوصفه زي ما انتم شايفين، هبدا اخد معلقه شاي منها واعملها في المشروب ده. اول حاجه اهو هاخد، اول ما تيجي بتبقى جاي متجففه، فاحنا هناخد ايه معلقه منها اهو. ما تقلقيش، عايزه تحط معلقه كمان ضيفي اخرك معلقتين على كوبايه كبيره زي دي. بعد كده بنزل عليهم بالميه السخنه زي ما انتوا شايفين، كأنها شاي عادي خالص. بعد كده اعمل ايه؟ اغطيها لمدة 5 دقايق، اغطيها لمدة 5 دقايق زي ما انتوا شايفين عشان البخار بتاعها ما يضيعش مني وفوائدها ما تضيعش. يبقى كده عملنا، قلنا الطريقة اللي اللي تعمليها ازاي. دلوقتي هنيجي لأهمية الريحان اصلا، وفي الاخر الفيديو اقول لكم تاخدوها امتى بالظبط بعد ما تبرك كده، واقول لكم تعملوا فيها ايه. اول حاجه العشبه دي مهمه جدا جدا للسكر التراكمي. ليه السكر التراكمي؟ اللي هو بنروح نقيسه في المعمل اللي هو اسمه الاتش بي اي 1 سي، تحليل السكر التراكمي، فبنلاقيه معدي 7 7.5 8، في ناس بتعدي 10. ده كده مع عامل خطوره، دي تحذري منه لانه ممكن كده بيجيب مشاكل كتير قوي قوي. يبقى اول حاجه بيظبط السكر التراكمي، تاني حاجه بيعالج بقى مضاعفات السكر. يعني ما تلاقيش اصلا عشبه بتعمل كده، لا ده بتعالج مضاعفات السكر كمان. يعني ايه مضاعفات سكر؟ يعني مثلا عندك التهابات في الاعصاب، وجع في المفاصل، وجع في الاطراف، كل ده بتعالجها عشبه الريحان. طيب ايه تاني بتعالجها عشبه الريحان؟ بتعالج مشكله كبيره جدا عند مريض السكري، وهي الانسولين اللي في الجسم في النوع الاول بيبقى قليل. فهي ليه بيبقى فيه مشكلة في خلايا بيتا اللي في البنكرياس اللي بتنفرزه؟ هو بقى بيفرزها، وهو اصلا موجود فيه مادة طبيعية تشبه الانسولين. ومش بس كده، ده هو مصدر طاقة، لو خدتيها تحس ان عندك انرجي طاقة كويسة، لان مريض السكر اصلا بيبقاش قادر يقوم بايه بوظائفه، مجهوده قليل لان طاقته قليله. فالمفروض ان الريحان بيزود الطاقه شويه، فبيدي طاقه كويسه تقدري تعملي نشاطك البيت حتى. مهم جدا 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 لتوفير بروتين، يعني هو مصدر للبروتين. اه والله ازاي ده؟ هو احنا عارفين ان البروتين لا اما في اللحمه لا اما في النباتات. لا على فكره في اعشاب، ما هو ده نبات اصلا، في اعشاب فيها نباتات ودي واحده من الاعشاب اللي فيها نباتات. طب البروتين يعني مفيد لمريض السكري؟ اه حضرتك البروتين ده بيخش منه المناعه، المناعه بتحتاج بروتين، مهم جدا لانتاج طاقه، مهم لنشاطك الحيوي، مهم جدا جدا البروتين. مهم جدا كمان ان هو في بيحسسك بالشبع. يعني ايه احساس بالشبع؟ مريض السكري ده اكتر مشكله عنده ان هو مش بيحس بالشبع، على طول جعان. فالجوع ذات نفسه
فالجوع ذات نفسه بيزود ان هو طلبه للاكل، فكل ما يطلب الاكل كل ما يحتاج جسمه يزيد دهون ويشيل دهون ويحصل عنده حاجه اسمها مقاومه انسولين. لا، لما انت تغلفي المعده بماده زي دي بتاخديها قبل الاكل زي ما انا هقولك قبل الوجبات، بتظبط لك انك انت ما تحسيش بالشبع. وفي مضادات اكسده. مضادات الاكسده دي يا جماعه ايه يا عم ده؟ مضادات الاكسده دي بتكسب الجسم مناعه قويه جدا. يعني مثلا في فتره كورونا دي كان معظم الناس الدكاتره كلهم بينصحوا الناس كلهم انهم ياخدوا حاجه اسمها مضادات اكسده، فيتامين سي، زنك، اوميجا 3، كل ده بيرفع المناعه، عشان هو ده اكتر جزء شق مهم في رفع المناعه ومضادات الاكسده. لقوها موجوده في الريحان بكثره. تمام، فالريحان ده لو جينا نتكلم على فوائده من هنا مثلا لبكره مش هنكفي كده. اتكلمنا عن فوائده للسكر، هل هو مهم جدا للضغط؟ الريحان مضر برضو للبول وبيوسع الشرايين، فبالتالي ضغطك مظبوط، ضغطك ما فيهوش اي مشاكل. ده بالنسبة لاستخدامه في علاج مشكلة ضغط الدم المرتفع. طيب ناخده ازاي بقى؟ زي ما احنا قلنا هتشيليه بعد 5 دقايق، بصي هتلاقي البخار بتاعه نزل تاني في قلبه وكل المكونات في قلبه. بعد كده هاجي اصفيه، بصي عامل زي الشاي، زي النعناع، لونه نفس لون النعناع وكده. اصفيه بقى واشربه، اشرب الكوباية دي قبل الوجبة بنص ساعة. يعني ايه قبل الوجبه؟ يعني الفطار قبله بنص ساعه اخد واحده زي دي، الغدا والعشاء برده بنفس الفكره، عشان كده بيعمل على استقرار السكر التراكمي وبيمنع مستوياته في الارتفاع او الانخفاض. هو بيفضل مظبوط، كل ما تقيسي ال HbA1c تلاقيه مظبوط بفضل الله ثم بفضل العشبه دي. هتمشي على مده شهر، جابت نتيجه كويس، ما جابتش لازم تجربي حاجه تانية ولازم تستمري عليها. خليها كبديل للشاي بتاعك، كبديل لأي حاجة تانية بتاخديها. خلي الريحان أو بذور الريحان أو عشبة الريحان بديل للحاجات المشروبات التانية السخنة اللي انت بتشربيها، وإن شاء الله تكون نتيجتها مضمونة. بالإضافة بقى في ناس بيسألوا هل هي مفيدة للجهاز الهضمي، لأن مريض السكري مرتبط معاه جهاز هضمي في مشاكل. هي بتعالج مشكله الامساك اللي موجوده في الجهاز الهضمي، بتعالج الاسهال المزمن، يعني بتعالج الاثنين لو في امساك او اسهال. بتخلي الجهاز الهضمي ده يا جماعه يعني ملين بطريقه كويسه جدا جدا. فلو عندك اي مشاكل من دي او من دي فان شاء الله محلوله خالص. كمان لو عندك قرحه معده او كده فهي خفيفه على المعده ومش هتسبب مشاكل خالص. قد اشربها زي ما احنا قلنا بالطريقه اللي احنا قلناها، لازم تصفيها الاول وتبداي تشربي. لو ليها اسم في اي دول عربيه ريت تكتبوا لنا تحت. ده بالنسبه